مرحبا. مرحبا. حياتي ما شفت شيء أبشع من هاد. مو نحن يلي اشتريناها، انسي. أهلا وسهلا. أهلين فيكي جانسة حبيبتي، أنا شو فيني أخدمك؟ هالمرة أنا جاي وبدي خزانة تياب خالة تولين، يعني بدي هيك شي يكون رسمي ويكون على الموضة وكمان حلو. هلأ أنتي تركتي هاندا ورح تصيري سنم الصغيرة يعني؟ أيوة جانسو خانم، معك دلال من الاستقبال. أهلين دلال. قلتي لي خبرك إذا إجا أمير صراف أغلو على الفندق. ليك وإجا يا أنسة؟ عم تقولي إجا قصدك حجز يعني؟ لا يا أنسة، بظن نزل على الصالة. ماشي، شكرا كتير. عن إذنكم أنا ضروري أمشي هلأ. إيه هلأ وصلتي؟ مو مشكلة، أنا واثقة بذوقكم، يعني أنتو اختارولي شي يكون مناسب. شكرا كتير. باي باي. في شوية مشاكل بالتصوير شايف؟ خود بعدين منكمل. ماشي. أهلا وسهلا. أهلين. كيفك؟ الحمد لله كتير منيحة. شو هذا كمان؟ هذا ابني بيحب المفاجآت. مرحبا فريحة. مرحبا. أنا بتمنى أنه مفاجأتك المانا منطقية يكون في إلا سبب مقنع. نحن أجينا لهون مشان نشتغل بالمشروع. شلون بدكم تشتغلوا هون؟ يعني الأفضل أني نشتغل بمحلي سيناب خانو. أمير، فينا نحكي شوي إذا بتريد؟ أنت شو عم تحاولي تعملي؟ هالشي ما بيخصك بنوب. رح نشتغل هون وانت ما تتدخل بنوب بابا. ما بدي أي مشاكل هون يا أمير أبداً، عم تسمعني؟ ما بدي أي مشاكل مع سينام بنوب. سينام؟ شكلك رجعت لعادتك. التزم حدودك وما تعمل لي مشاكل. فينا نشتغل إذا خلصتوا حكيكم؟ شو رأيك نبلش؟ أنت عم تتسلى أمير؟ عم بتسلى؟ بعرف شو عم تحاول تعمل. أنت عم تحاول تحطني بموقف صعب. جبتك لهون لأنك أنت بتعرفي هالفندق منيح مثلي فريحة. هي حرب الأعصاب تبعك؟ إذا حابة نشتغل لنبلش، وإذا ما بدك روحي وحاولي تقنعي لافاند. هذا المحل محلي ومشروعنا هون بدي أشتغله. عم تعمل هالشي مشان أترك ما؟ بس ما رح أترك أمير. اسألي أمير. على شو عم تدوري فريحة؟ يعني بعد قصة الصورة ولساتني عم بتطلع بوشه. إذا متضايقة روحي جني هلأ. عم تطلعي بوشه لأمير؟ وأنت عم تبكي؟
محمد وصل لعندهم أخيرا. إيه الحمد لله على سلامته. يسلموا يا بنتي. يسلموا بنتي. أمي كانت زعلانة كتير، قالت يمكن لأنه محمد ما قدر يحكي عنهم، وقالت ما قدرت أحمي وصارت تبكي. هلا بيكون بالها مشغول علينا، وعم أقول لحالي بلكي من بكرة الصبح أطلع وأقضي عطلة الأسبوع هنيك، بروح بشوف عمر لأني مشتاق له، وكمان بالمرة بتطمن على أمك زهرة. أنا فيني أطلع معك بابا؟ لا لا ما بيصير، محمد كمان ما نهون. لا بنتي، يعني أنت بتعرفي في بنايتين هي واللي مقابلنا، يعني كمان كلتوب ما رح تقدر تلحق تشتغل لحالها. بأول الشهر رح أخذ محمد كمان، بجمعة الثانية بدي أخذك يا بنتي. إيه؟ مزبوط اللي سمعته مو هيك؟ يعني بدك تشتغل معه بالمشروع وكمان بالفندق ولا كأنه صاير شي، ولا ليكون لأنه الأستاذ لافانت طلب؟ أنا اللي بقرر هذا الشي جانسو. جانسو أنا طالع. يلا نلتقي بكرة سينام خانو. أمير بيت أنا ما بدي شوف هديك البنت هون بنوب، فهمتي منيح علي؟ احكي هالحكي مع شريكك مو معي. من اليوم ورايح ما بقى بدي اشوفها قدام عيوني لهالبنت بنوب، لا بالفندق ولا بالجامعة ولا حتى بالبناية. بالبناية؟ ايه صح، اذا ما منشوفها بالبناية بيكون احسن. يلا تعي. وينه بولاند؟ هو بغرفته. لسه ما نو حابب يشوفني؟ ما بده يتعرف عليك بنوب. معناتها هذا واحد من امتحاناتك لتشوفي قديش بستحق لحتى شوفه لبولاند، ولتورجيني اني ما عم مهتم فيه بنوب. بس انا رح انجح وبعدها رح قابله. تمام، حتى لو حكيك صح وهذا امتحان، انا بظن انه رح توصلك النتيجة. واذا كنت غلطان واذا فعلا اخوك عن جد هو اللي ما نو حابب يقابلك، بظن أنك بحياتك ما رح تعرف إذا هذا امتحان مني ولا لا. أنت اللي طلعتي من قلعتك وإجيتي لهوني بهار خانم، وما بدك تورجيني بولاند، وزوجك طبعا ما أجا معك، معناتها في مشكلة، وأنت خايفة أنك تحكي لي عن هاي المشكلة، ما هيك؟ من فضلك لا تتوقع. هذا رقم غرفتي بالفندق، وقت تسمحي لي شوف أخي اتصلي فيني. زكي دمير عم ينعرض، شو رأيك نحضره سوا؟ ماشي منحضره. بس وين المكان؟ صاير عم يخاف مني. شو؟ راح يروح وما راح أقدر وقفه. فريحة حتى لو ما شاف الصورة كان رح يروح، بس وقتها كان رح يضل يصدقني، بس هلأ ما عم يصدق. هو رح يترك كل شي وراه ويروح.
بخير يا قبطان؟ حاسس كأنه شكلك اشتقت لي. شو جاي لتصفي باقي حسابك معي؟ شايفك تركت الفلسفة. راح نحل هالمشكلة اللي بيني وبينك، بس لما بيجي وقتها. لا تنظرني كتير. أهلين أستاذ، شو شايف تعودوا رجليك لهون؟ هيك كان. المرة كمان ما كملنا قبطان. شو أمير، ما بدك تحكي لي عن مشكلتك مع الأستاذ؟ حليت الموضوع بالافتتاح. عامل لك حكي لي. هو حاططني براسه مسألة خاصة. لكن قلت لي في مواضيع خاصة بينك وبين واحد من أساتذة جامعتك، وكمان هذا الزلمة رفيق سينم خانم القديم، ما هيك؟ ايه، انت مشان هيك مهتم؟ ما فهمت عليك. لانه كان رفيق سينام خانم لفت انتباهك؟ لكن شايفنا مناسبين لبعض، رح حط هذا الشيء بعين الاعتبار عندي. حطه. بس سينام خانم خانت المرحوم مع هالزلمه، حط ببالك هالشيء. كانت مع هذا الزلمة. طيب لك كان انت شو مشكلتك؟ وفريحة وين ما كان بهاللوحة؟ بابا خبر امي اني ما عم شيل الحلق بنوب، ماشي؟ سلم لي على عمر وبوس لي. أخي أماني، سلم على الكل هنيكي. ماشي على راسي على راسي. خديشة، يا ريت تتفقدي فوق بين الفترة والتانية. ماشي، بس من شان ما يقولوا إنه تركناهم بأول يوم عم ينتقلوا. خلاص أخي، أنت لا تاكل هم. يعني إذا هن عم ينتقلوا هيك وش الصبح، أنت شو طالع بإيدك يعني؟ يلا أنا ماشي خاطركم. إيه يا بنت، أعطيني المي. يلا أعطيني المي بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. كل شي رح يكون جاهز بس تجوني بهار. ما رح تصدقي قديشني مبسوطة. ما بدي أي شي يكون ناقص بس يوصلوا صحابين البيت الجداد. أمرك يا خانو. شو رأيك إنه نقعد هون؟ أنا رايحة أجيب عصير برتقال. يلا ماشي، عم بستناك. صباح الخير. أهلين. صباح النور. شو شايفك لحالك اليوم؟ ما فيك تعتبر هيك لأنه بنتي راحت تجيب عصير برتقال، بس مبين أنت اللي لحالك. كلبك وينه؟ ما دائما بجيب الكلب معي. أنا حابب أمشي معك شي، من زمان ما حكيت وأنا عم أتمشى. إيه ممكن بكرة على 11؟ إيه ماشي، بيناسبني هيك. لكن بنلتقي بكرة. الله معك. شو شايفة فوراً بلشتوا تحكوا؟ هلأ التقينا لارا. شو قصدك بهالحكي هاد؟ أمي، هو عم بيخطط ليتقرب مني، بس أنا ما شفت قلم وورقة بإيده. أنت فهمتي قصدي منيح ماما. إيه فهمت، وما عجبني هالحكي بنوب. سكري على الموضوع وخلينا ننبسط بيومنا. إيه؟ فيني اقعد؟ طبعا. اسفه كثير، بعتذر عن جد. انا اسفه، صدقني ما كان بقصدي. خلص مو مشكله، بيتنظف. الشيء اللي حكيتيه امبارح كان غريب كثير. غريب؟ لاني قلت لك الحقيقه بوشك؟ كيف فيك تكوني متأكدة هيك؟ إيه لأنه أنا بعرفك،
يعني مو انت بالضبط، بس هالحالة بعرفها كتير. يعني قصة قديمة؟ تقريبا، يعني اضطرينا نقول إنها قصة قديمة. نحن ما كان في بيناتنا كذب، بس كمان حبنا كان مستحيل. مستحيل؟ لا تعبي حالك على الفاضي، لأنه قصصنا مختلفة. مشكلتي أنا وفريحة أكبر من هالشي بكتير. خليني أشرح لك شخصيتها. هي شوي مترددة بقراراتها، وشوي ما عم تحس بالأمان، وكتير بتشك. التواصل صفر، والحب عم يغلي بيناتكم. أي الله يوفقكم لكم. لا تحكي هيك، بتضايقيني. أي أنت كمان عم تلفت انتباهي. كيف؟ يعني لأنه بتشبه واحد عم بشتاق له كتير. طيب أنتوا ما عاد حكيتوا مع بعض؟ أبداً، أنا بس عم بشتاق له مثلها هي. خلصت شغل، فينا نروح على الفندق؟ سينام زبطت كل شي بشكل حلو كتير. شوف، فيك تعتبر انه سكننا من هلأ. هالبيت كتير رايق وواسع ومنطقته هادية. انت شفت غرفتك شي؟ اذا كان كل شي مثل ما بدك. صحيح انه الموضوع صار بسرعة، ورغم هيك برأيي انه كل شي صار حسب ذوقك، والشغلات البسيطة الناقصة رح يكتملوا، وخلال شهر رح يبعتون. بلكي غرفتك. امي بكفي، صدقيني أنا كبير على قصة الملكة وابنها اللي منتقلين لبيتهم الجديد. ما عم أفهم عنادك بنوب، طلبت بيت وهلأ ليكنا هون؟ إيه نعم، يعني أنا هلأ مديون إليك بشكل كبير. لو ما شفت الصورة شو كان رح يصير أمير؟ فريحة خلص لا تبلشي. شو كان رح يصير؟ أنت عم تحاولي تخليني عصيب؟ طيب انت ليش قررت تترك البيت؟ شوفي احكي. امير احكي انت لشوف. لو ما شفت الصورة شو كان صار فريحة؟ كيف رح أعرف إنه اللي قلتي لي عنه شوفيرك كان خطيبة؟ كنت رح خبرك لو سمعتني. مو لأنك صدقتني قلت رح تنتقل من البيت أمير؟ قلي لي شو بتفرق؟ شو بتفرق هلأ؟ أصلاً أنا كل مرة بصدقك باكل يلي فيه النصيب، شو بتفرق؟ ماشي، أنت مفكر إني بستاهل هالمعاملة، بس أنا ما بستاهل بنوب. يعني يا ريت، يا ريت لو بتقعد معي عن جد وبتسمعني. أنا بستاهل هالكذب؟ ما بدي أحكي بهالشي فريحة. إيه مزبوط، أنت ما بتستاهل الكذب، وأنا ما بستاهل إني أهرب منك. بس وقتها كنت مآمنة بفكرة إني أهرب. ليش هلأ مالك مآمنة؟ لأنه هلأ ما عاد في شي أهرب منه. نحن كشفنا وجوهنا لبعض أمير، بكيفنا أو غصب عنا عملنا شغلات كتير سيئة. بكيفنا أو غصب عنا؟ الشي اللي قلته لما اجيت لعندك مشان الدين ما رح انسى أبدا. بس أنا موجودة معك لأني حابة أنسى الماضي. فريحة قلتلك ما بدنا نحكي بالشي اللي منستاهله، حتى هداك اليوم. أمير أنت عم تخبص، طبعاً مانك مآمن بهالشي، بس أنا بعرف
شو اللي بتعرفي؟ أمير لا تحكي. ليش أنت خايفة؟ أمير لا تعمل، أنا بعرف ليش عملت هيك. أنت معصب، أوعك تحكي عن الموضوع. أنا ماني ندمان على الشغلات يلي عملتها. أنا ماني ندمان فريحة. يا الله يا خسارة، تركني. أنا ليش تصرفت هديك الليلة هي؟ مشان وجع لك قلبي؟ ولا مشان زلبي؟ ولا مشان جربك؟ أو لأنه كان بدي إياكي؟ بجوز تصرفت هيك لأنه كان بدي إياكي فريحة، يعني ما بيصير هالشي؟ ها؟ يمكن السبب بسيط كتير. بعد عني، بعد عني أميرة. كل شي مثل ما بنستاهله فريحة. هذا اليوم وهي الليلة ما رح خليك تنساها أمير، ما رح تنساها أبدا. فريحة أنت شو صاير معك؟ لا تقولي لي ما في شي، أنا بفهمك أنت مانك منيحة. أنا ليش تصرفت هذيك الليلة هيك؟ مشان وجع لك قلبي؟ ولا مشان زلي؟ ولا مشان جربك؟ أو لأنه كان بدي إياكي؟ بجوز تصرفت هيك لأنه كان بدي إياكي فريحة، يعني ما بيصير هالشي؟ ها؟ يمكن السبب بسيط كتير. آخر ليلة لك هون عنا، قلت يعني بلكي منحكي شوي. جانسو أنا مالي مرة أحكي مع حدا. آه طيب، إذا هيك بعدين منحكي. قبل ما تروح رح تتصل فيي ما؟ تصبحي على خير جانسو. مشان الله احكي شي، من اول ما اجيت ما حكيتي ولا كلمة. احكي لك شي شغلة، والله عم تخوفيني. عمتي نامت شي؟ نامت. ايه نامت بغرفة النوم بعد ما فضيت. فيك تروحي تنامي معه؟ وليش بقى؟ حابة اضل لحالي. ماشي. بولاند
ألو نعم لافاند تعال عندي فورا خير شوفي فريحة قلعتني من الغرفة مالها كتير أنا ماني ندمان على الشغلات يلي عملتها بجوز تصرفت هيك لأنه كان بدي إياكي فريحة يمكن السبب بسيط كتير كل شي مثل ما بنستاهله فريحة أنا أجيت وما في دين وما في عرض أنا هون كل شي رح يكون مثل ما بدك
انتو شو اللي جابكن لهون؟ شوفي بولاند اختفى. شو صار؟ شو خلص انت ما عاد بدك ياني؟ هي كل شي صار مثل ما بدك؟ يعني انا ما فهمت شو المشكلة اذا طلع بولاند بوقت متأخر؟ انتو ليش هيك بتضلوا خايفين؟ بيشبهوا لبابا كتير. يلا ليكني أنا هون. شو ما عاد بدك؟ لا ما بدي. أنا كمان كذبت عليك. بسي ورجعي على بيتك. أنا مو رايحة. شو ممكن يتغير حتى لو كذبت؟ فريحة روحي. ما رح روح. فريحة روحي. أنا ما رح روح. اتركني اتركني. همي بقى انه كانت كذبة فريحة لهون وبس. خلصنا خلص هلأ كل شي انتهى. خلصت قصتنا انتهت.
شو اللي صار؟ وعاقب حالي كمان حتى بهي ما نجحت.